باتت العائلة المفجوعة من آل بيت النبوة ليلة 11 من المحرم في حالة يعجز القلم عن وصفها ولا يصور حجم الفجيعة والفقد فيها. اعتاد أهالي كربلاء على تقليد سنوي في ليلة 11 من المحرم المسمات ليلة الوحشة للإمام الحسين عليه السلام، إذ يخرج موكب تشبيه عزائي يجسد ما جرى على أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام وعياله من الأطفال والنساء في تلك الليلة العصيبة، للدلالة على عمق الحزن الذي عاشته السيدة زينب عليها السلام وأطفال وعيال الإمام الحسين عليه السلام. الموكب يبدأ انطلاقه من مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام ليختتم مسيره عند مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتتخلل مسيرته العزائية الحزينة مراسم تمثل جانباً من مجريات هذه الليلة وآثارها عبر لغة امتزجت بها الدموع والآهات مع اللوعة على عظم المصاب، ممثلة ما وقع وحصل على أهل بيت الرسالة عليهم السلام من قبل طغاة عصرهم.